اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ فيديو جديد، وهذه المره ماشي في الكوزينه، هذه المره غادي نمشيو شويه لعالم النباتات. واليوم كما كتشوفوا راني كنبغيت نبدل لي بو ديال المحابق ولا المزارع ديالي ولا الزرع ديالي، حيت صغاروا عليهم وخصني ديما نبدل باش يكبروا وكيلقاو حتى البلاصه. وكما كتشوفوا ديما بحال هذا الابيض، فاش كندير ديما هذا البلاستيك، وكيكونوا فيه دوك التقيبات باش داك الماء ما يتقلدش كيهبط لتحت. وغادي نبدل كاع داك الشيء اللي عندي، حيت ضروري خصهم مره ولا جوج مرات في السنه ضروري نبدلوهم. كاينين اللي كيتعوجوا، كاينين المهم اللي كيميلوا، كاين اللي ما كتعجبهمش، حيت حتى الورود راهم حساسين بزاف الا ما لقاوش البلاصه المريحه، ولا بحال دابا شويه الشميشه، ولا المهم العنايه الكافيه، راه حتى هما بحالهم بحالنا، كيطلع لهم الدم وخصهم ضروري العنايه. وهانتوما كتشوفوا راه كندير هادشي كله في الكوزينه، حيت برا بارد الحال، ولاني ماشي مشكل. راه هي واحد صراحه واحد الخدمه لي زوينه، كيما كنقولوا تريح الاعصاب، وكتاخذك الواحد الواحد يدير هادشي. انا بعدا كنديرو كيعجبني الحال، كي نبعدو شويه على داك الروتين اليومي وعلى التليفونات وعلى المهم كنبقاو كنديروا شي حاجه اخرى اللي خارجه عن العاده. وغادي نبقى غدا بنفس الطريقه، راه جبت كاع دوك لي بولي عندي، وكنبقى كنشوف ديك الفوقانيه خصها تجي مع التحتانيه. نتوما شفتوا دابا راه بدلت هذا، راه درت له بلاصه كبيره. ودابا غادي نجيب هاد الصغار، غادي نشوف كاع كل واحد خصني نشوف له خوه باش يجيو هما هادو. كاينين اللي كبارو ودرت فيهم جوج، كانوا اللي كانوا فيهم جوج ودرت كل واحد بوحدو. وكنجيب داك التراب اللي عندي في الجردات، هاد التراب كيخصو يكون داك التراب القديم، باش تيكون داك ديما داك التراب القديم كيكون زوين حتى للغرس. وفاش تنساليهم ديما كيخصني نعطيهم واحد شويه ديال الماء كنشربهم. وغادي نبقى غدا بنفس الطريقه، الا كانت شي حاجه اخرى خلاص راه غادي ندير شي تدخل. ودابا غادي نخليكم مع الموسيقى شويه تشوفوا وتستمتعوا بالعمل. وحتى بالنسبه للنباتات، فاش تنكونوا حاطينهم بحال دابا في شي بلاصه، شي ركن هكا في البيت ولا هكا، ضروري هذه قضيه سمت تعلمت انا من الالمان، شت العجوزه ديالي الله يرحمها كانت ديما كديرها، ديما خص الورد كتقلبو، كتقلب ديما ديك البلاصه اللي كانت اليوم في الشمس كتعاود تقلبها وتردها للجهه الاخرى. بحال هذه راه كانت كبيره وعرفتي وتعوجات ليا كامله، وكان ضروري خصني ندير لها شي مزهريه، تكون شي بولي غيكون كبير. وكما قلت لكم راه كنرد لها نيت نفس التراب ديالها، وغير كان نزيد لها تراب اخر، وكندير لها بو كبير، وكنجيب لها كندير هذا الكحل، وكندير لها واحد اخر فين غادي اللي كيعطي الديكور ويعطي حتى النظره زوينه. صافي، وكنبقى غدا بنفس الطريقه حتى تنسالي كاع ديك الخدمه ديالي. وكما قلت لكم راه النباتات خاصهم العنايه وخاصهم الاهتمام. واش يقولوا لك هنايا ديما فاش تكون كتسقي الورود ديالك ولا هكا، خص ديما تكون واحد اللغه ديال الحوار بيناتكم، وتبقى تهضر معاهم وتبقى المهم. هذه كيقولوها بزاف هنا، انا ما عرفتش لا
اؤمن بذلك، ولاني هما كيقولوها وفعلا داكشي اللي كيديروا راه تبارك الله عندهم الورود في الديور، وداكشي ما خاص خير ديما الورود وديما. ايوا حتى حنا حاولنا نتعلموا منهم واحد الشويه، ولينا عاده نديروا الاعتناء بالورود وداكشي، حيت داكشي ما كناش عارفينه الصراحه. ايوا دابا هانتوما شفتوا راني ساليت دابا هادي، وفاش تنسالي هادشي كله انا حطيتها هنايا وحطيتها في هاد البول كبير، كان راه كان صغير داك البو ديالها، وهذا واحد النوع اخر حتى هو، وهذه نفس الشجره. وبالنسبه لهاد الاخرى هذه راه يبسات، غير دابا عطيها واحد الفرصه اخرى، عطيتها واحد لاشونس اخرى كما ترجع، حيت شفتوا دوك الوريقات ديالهم كلهم يبسوا. كان عيا ما نسقي، ولكن يمكن فات الوقيته ديالها دابا فهاد الشتاء ماشي ديال، وحتى الورود راه ما كيبغيوش بزاف ديال الكليماتيزور، فاش يكون الكليماتيزور تيعياو. شوفوا هذه النتا هي راه مي قريبه تموت، ولكن واخا هكاك انا كنعطيهم ديما فرص اخرين. غادي نردها لواحد البولي كبير ونشربها، وكندير لهم واحد الدواء بحال الفلوسي، كيكون واحد الدواء اللي بحال الشكل ديال العصير، تنديرو مع الماء كنخلطو وكنشرب كل وحده. كنشرب عندك مره في السيمانه ديما، خصني دوك الورود كاملين كندور عليهم ونعطيهم. المهم ما خصش ديك التربه ديالهم تكون يابسه، خصوصا في هذه الفتره ديال الشتاء، حيت يكون الكليم شاعل وكيكون راه ما تيقبلوش داكشي. وهكا كنكون ساليت، يمكن هانتوما شفتوا راه بدلت لها البودر، درت لها واحد اخر كبير، وغادي نشوف. غادي ندوز واحد اليومين مع كنشربها، وغادي نشوف الا ولات بخير راها بخير، ما ولاتش المهم ما كان لا استسلم، وكنعطيهم لا شونس مره وجوج وثلاثه كنحاول معاهم. هانتوما شفتوا انا راه كلهم بدلت لهم لي بو، وفاش تنسالي نخليهم. ودابا فاش تنسالي كلشي هانتوما شفتو، كنجيبهم هنا كنغسل دوك لي بو من الفوق باش يبقاو نقيين، كنحيد كاع ديك التربه وكنغسلهم كاملين بعد ما شربتهم وساليتهم، وكنديرهم تما حتى تيقطرو، وعاود نعاود نرجع ونمسحهم كاملين وصافي. وهكا كنكون ساليت الخدمه ديالي ديال اليوم، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. وحاولت نبعد شويه على الطبخ وعلى الواحد ينوع شويه باش ما يكونش حتى الملل في القناه، وهادشي اللي كان. وكنقول لكم بسلامه عليكم، ونخليكم على امل اللقاء معكم في فيديو جديد. ولا عندكم شي اقتراحات ولا بغيتوا تشوفوا شي حاجه اللي جديده ولا هكا، مرحبا غير كتبوها ليا في التعاليق، ومرحبا بالاراء ديالكم. والمهم راه الواحد ما كيكونش عارف كل شيء، ربما نتوما غادي ترشدوني تقولوا ليا شي فكره كاع انا اللي ما كطيحليش في الراس. نتوما قولوا ليا رشيده بغينا هذه ولا بغينا هذه، وانا
ان شاء الله غادي نجتهد وغادي نحاول نعطيكم داكشي علاش قديت، وكنقول لكم بالسلامه عليكم وحتى المره الجايه ان شاء الله.